الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الارض وملء ما شاء الله من شيء بعد، والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد. قال سبحانه وتعالى في سورة الماعون: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. هذه السورة من قصار السور وفيها معاني جليلة. أرأيت الذي يكذب بالدين، والدين هو الحساب، أي يكذب بيوم الحساب. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وجاء رجل من المشركين إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو العاص بن وائل السهمي، في يده عظم بالي، ففته أمام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: كيف يحيي الله هذا بعد هذا، يعني بعد ما صار ترابا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: يحييه ويحييك أنت ويدخلك النار. فالذين يكذبون بيوم الدين هم الذين يكذبون بيوم الحساب. والتكذيب بيوم الحساب أيها المؤمنون إما أن يكون تكذيبا باللسان، وده بكون من الكفار الملاحدة، ما بيؤمنوا بيوم الدين ولا جزاء ولا جنة ولا نار ولا شيء. وإما أن يكون تكذيبا جزئيا بلسان الحال، الإنسان ما بيخاف الله والذي لا يتعامل معاملة المؤمنين ولا يجعل لله وقارا وما عنده خوف من ربنا، ده فيه شيء من التكذيب بيوم الدين. أرأيت الذي يكذب بيوم الدين فذلك، أي من علاماته، من علامات من يكذب بيوم الدين، فذلك الذي يدع اليتيم. والدع معناها الدفع بقوة، معناها الطرد، معناه الأذية. الذي يدع اليتيم، وما بدي اليتيم حقه ولا بيحسن له ولا بيكرمه. الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، الحض هو التشجيع وهو التحفيز. فمن علامات من يكذب بيوم الدين أنه يدفع اليتيم، يطرده ويأذيه، وأنه لا يشجع على إطعام المسكين. ومن هنا لو المسلمون بيفهموا القرآن أكان بيقطع العشم من الدعاوى بتاعة الكفر والملاحدة اللي بيزعموا إنه عندهم منظمات حقوق الإنسان والعون الدولي وغير من الأكاذيب التي يستدروا بها تعاطف الغلابة والناس اللي ما فاهمين الدين، ويقنعون بأن الكفار أحسن من المسلمين إنفاقاً وعطاءً وإنسانية إلى غير ذلك. وهذا من الكذب،
اللي كذب القرآن أرأيت الذي يكذب بالدين دياته الذي يدعو اليتيم ده هو المكذب بيوم الدين ما بدي حق اليتيم ولا يحض على طعام المسكين وسبحان الله ربنا اختار النموذجين دين من نماذج مواطن الإنفاق لأنه اليتيم يعني ليس هناك ما يرغب الإنسان في الإنفاق عليه ما هو يتيم ما عنده بعدين أهل ذاته بردوا لك بعدين الجميل وليس هناك ما يكره العبد على الإحسان أو على عدم إيذاء اليتيم لأنه ما عنده أبو بدافع عنه أزيته سهلة والإنفاق عليه ما من وراه مطمع عشان كده اللي بينفق على اليتيم دي دلالة على إيمانه باليوم الآخر لأنه ما فيه طمع في الدنيا ما هو يتيم عنده شنو والزول اللي بكف يده عن إيذاء اليتيم يدل على أنه عنده خوف من الله لأنه ما في شيء يمنعك من أذية اليتيم إلا الخوف من الله لأنه لو كان عنده أهل بيسندوه ما كان يحتاج إليه إذن هو ضعيف وهو ذليل فالإنسان الذي يمتنع عن أذيته والذي ينفق عليه يدل على أن عنده إيمان باليوم الآخر كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يعتق رجالا ونساء من المستضعفين من المسلمين الذين ليس لهم منعة وليس لهم مال أبوه قال له لو أنفقت أو لو أعتقت رجالا ذوي منعة في قومهم لاستفدت منهم قال إني أفعل ما أرى ليه؟ لأنه داير حاجة جزاها عند الله بس ما ينزل إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا ودي بتتلقي في اليتيم عشان كده ربنا جعل هذه من النماذج التي تدل على أن الإنفاق المقبول عند ربنا هو الإنفاق الذي لا يطلب منه الإنسان سدادا ربنا قال ولا تمنن تستكثر بتدي أنت الزول الغني بتديه بيجاي وعينك في إنه هو حيجي يرد لك بتين أما المسكين واليتيم ما عندهم اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على نبينا محمد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الويل من عبارات الوعيد يا أخوان وقيل هو واد في جهنم تستعيذ منه جهنم وقيل الويل هو واد في جهنم بعيد قعره خبيث طعمه وعلى أي حال فالويل من عبارات الوعيد طيب ربنا قال فويل للمصلين هم بيصلوا لكن وين لهم يا تمدل قال الذين هم عن صلاتهم ساهون بيسهوا عن الصلاة مش معناها بيسهو في الصلاة في فرق بين الأمرين البيسهو في الصلاة ما هو متوعد وله مذنب لأن السهو في الصلاة مما جبل الله عليه الإنسان وسهى النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فالسهو بمعنى إنه ما تعرف صليت كم تسلم قبل ما تنتهي الصلاة تشك في صلاتك هل قريت ولا ما قريت هذا النوع من السهو لا يحاسب عليه الإنسان طيب
السهو المذموم دياته هو السهو عن الصلاة، بمعنى انه ما يصلي صلاة العصر لحد ما يدخل المغرب، ولا يصلي الظهر حتى يدخل العصر، فهو ساهي عن الصلاة في جملة كده، بيتغاضى عنها، بيقطع الصلاة، ده متوعد بالمناسبة. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. لذلك قال ابن دينار، عطاء ابن دينار رحمه الله تعالى، قال: الحمد لله الذي قال عن صلاتهم ساهون ولم يقل في صلاتهم ساهون، لأنه لو قال في صلاتهم ساهون كلنا حندخل فيها، لكن قال عن صلاتهم ساهون. الناس اللي بيقطعوا الصلاة يشيلوا شيلتهم بعدين، الناس اللي بيأخروا الصلاة عن وقتها مشكلتهم كبيرة، فما بالك بالناس اللي ما بيصلوا أصلا، دين مصيبتهم عظمى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ولهذا مسؤوليتك انت الاب اللي بتجي تصلي في المسجد ومحافظ على صلواتك تبارك الله في المسجد كلها، اتفقد اولادك وزوجتك في البيت يصلوا ولا ما بصلوا، دي مسؤوليتك. قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره، ما عندك صلاه جهنم. اي زول ما بيصلي ده ما عنده حاجه يوم القيامه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اول ما يسال عنه العبد يوم القيامه من عمله صلاته، فان صلحت فقد افلح وانجح، وان فسدت فقد خاب وخسر. اي شيء بعديه ما بينفع تاني. قال: الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم يراؤون، لو عمل اي عمل ما لي الله، بيعمل العمل لرؤية الناس، يصلي جميل عشان يشوفوا الناس، يتلو القرآن كثير عشان يشوفوا الناس، يتصدق ليراه الناس، ما لله. الذين هم يراؤون دي ذات علامة من علامات الذين لا يؤمنون بيوم الدين، ويمنعون الماعون، والماعون قيل المال في لغة قريش، وقيل الماعون هو أدوات العمل، إذا عندك طورية في البيت، حفارة، أي أداة من الأدوات اللي بيعملوا بها الناس ما تمنعها، ولا تمنع المال، ولا تمنع العطاء. والإنسان الذي ينفق يعطى، الذي ينفق يعطى، وأما الإنسان الذي يبخل فلا يعطى. ولهذا يا أخواننا دي كلها من علامات الذين لا يؤمنون بيوم الدين. ومن هنا من العلامات المهمة، لو تقدم لك ولد لحليلتك، لبنتك، لكريمتك، لأختك، دار الزوج، فأول ما تسأل عنه سلامة العقيدة، الذين يؤمنون بيوم الدين، دي أهم علامة، لأن هذه العلامة من دلالاتها أن من يؤمن بيوم الدين هو قد أحسن علاقته مع الله. وأي زول علاقته مع الله كويسة حتكون علاقته مع خلق الله كويسة. عشان كده شوف الصورة دي ربطت لنا بين أمرين، بين الصلاة اللي هي صلة بين العبد وربه، وربنا جعل الصلاة علامة على الإيمان. لما يكون عندك صلة مع الله، علاقتك مع الله طيبة، هذا يدل على إيمانك. إذا علاقتك مع الله طيبة حتكون علاقتك مع عباد الله طيبة، لأن الذين لا يؤمنون بالدين دلياتهم هم الذين يدعون اليتيم، البياز اليتيم والبياز المسكين. فمن علامات صلاح المتزوج
إنه يكون إنسان علاقته مع الله كويسة. ماذا يقول لي زي اللي بيقولوا كثير من الناس؟ يقول لك يا مولانا والله الزول ده عنده قروش وكده، نحن ما عندنا معه شغلة، صلاته دي بينه وبين الله. لا، أنت ما بتفهم، أنت ما بتفهم. اللي صلته مع ربنا سيئة ما حتكون كويسة مع بنتك أنت، لأن ربنا جعل لك علامة. الذين هم عن صلاتهم ساهون، ديل اللي بيمنعوا الماعون، ده اللي ما حياكل بيتك كويس، وده اللي ما حينفق عليها وما حيحسن ليها. وهذا يا اخواننا من جميل المعاني الراقية التي استنبطها المفسرون من هذه الصورة القصيرة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا. اللهم فرج عنا، اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك، وارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، وقوموا الى الصلاه يرحمكم الله.